مشهد اللي فات اللي فيه الـ الـ يعني المشير طنطاوي، والحقيقة رحمة الله عليه، وهو يعني طبعا فنان أحمد بدير بيأدي دور المشير، طبعا أهو شايفين الدور وشايفين الفنان أحمد بدير. برضو كلمني عن تحضيرك للشخصية دي، لأنه برضو مش شخصية سهلة إنه نأدي، يعني نحاول نقرب من الشكل بتاعها. بصراحة أستاذ أحمد بدير طبعا ممثل كبير وعظيم طبعا. أول ما بدأنا نشتغل قال لي جملة، قال لي أنا بحب الشخصية دي جدا طبعا ونفسي أعملها جدا بصراحة، أنت فاهم. فده برضو النجم برضو أو الممثل لما بيحب الشخصية بكل تفاصيلها بتلاقيه نفسه بيقرب للشكل، بيقرب للحركات، ملامح، الملامح الوش طبعا. يعني بيحصل تصالح. فحضرتك لما باجي انا اعمل التفاصيل بقى بتاعت الميك اب، تفاصيل الوش لو في حسنه في حته معينه بنعملها، الشعر بطريقه معينه بنعمله، فكل ده لما بيجي يقرب للشكل وبيحسه هو وهو اصلا حابب الشخصيه، فخلاص يعني. لا يعني استاذ احمد ما خدش مني مجهود كتير بصراحه ووصل للشخصيه.